أطفال غزة أولادنا، أطفال غزة أولادنا. هذه مسيرة الشعب المغربي استمرارا لمناصرة الشعب الفلسطيني والآن أيضا الشعب اللبناني. فالمغاربة مستمرون منذ عام كامل في خروجهم للميادين بشكل يعني قوي جدا، أولا يدين ويجدد إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقترب الكيان الصهيوني، ثم أنه يدعم صمود المقاومة المسلحة ويدعم صمود المدنيين في قطاع غزة الذين أسقطوا يعني مناورة التهجير من قطاع غزة. وأيضا نحن هنا أيضا لكي يعني نؤكد على موقف الصارم يعني الشديد للشعب المغربي الذي يرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. فالمغاربة بصوت واحد يرفضون التطبيع ويدعون من جديد السلطة المغربية إلى قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأيضا في رسالة دعوة إلى كل أحرار العالم في البلاد العربية والإسلامية وفي كل البلدان إلى الاستمرار في دعم يعني للشعب يعني الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. وأيضا لنا لكي نعبر هنا لأننا يقين في انتصار المقاومة وأن الكيان الصهيوني سينضحر عن فلسطين وعن لبنان بإذن الله تبارك وتعالى. نخرج اليوم كشعب مغربي من أجل تجديد ما ظللنا نردده منذ البداية أن فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. اليوم واستجابة لنداء الجبهة المغربي لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نخرج من أجل إعلان تضامن مطلق واللا مشروط للشعب المغربي مع فلسطين ولبنان. فالشعب المغربي ومنذ اندلاع هذه القضية يعتبر فلسطين قضية أولوية من ضمن القضيات الأولوية له، وخير دليل على ذلك مئات المسيرات وآلاف الأشكال الاحتجاجية التي عرفها الشارع المغربي بمختلف مدنه وقراه عبر سنة. ونعتبر هذه الاحتجاجات هي استفتاء شعبي يعلن صوت واحد رفضه لاتفاقية التطبيع التي وقعت عليها الحكومة المغربية ذات ليلة في غفلة منا. ولهذا نعلن ونجدد تضامن ونجدد إلغاء معاهدة التطبيع اللي نعتبره معاهدة، ونستنكر كذلك صمت المجتمع الدولي وتواطؤه ومع هذه الجرائم، وخاصة تباطؤ المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية. ونجدد كذلك تواطؤ الأنظمة العربية عبر صمتها. نحيي المقاومة البطلة، المقاومة التي ما زالت تعطينا الدروس في المقاومة وتعبر عن المقاومة الحقيقية. فالمجد والخلود لشهدائنا شهداء المقاومة، والعزة والنصر للمقاومة، وإلى أن تتحقق أمنيتنا جميعا فلسطين دولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها وعاصمتها القدس، وعودة كافة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم ومساكنهم التي هجروا منها، وفلسطين أمانة والتطبيع خيانة. هذه المسيرة الشعبية المليونية التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناطفة تأتي وتؤكد مرة أخرى أن الشعب المغربي القضية الفلسطينية في وجدانه، وهي استفتاء لشعبي لإسقاط التطبيع الذي وقعته الدولة المغربية مع كيان غاصب يدخل يومه 365، يعني تقريبا سنة من الإبادة الجماعية وهذه الجرائم البربرية التي يمارسها الكيان الصهيوني. طيلة هذه السنة لم يحقق الكيان الصهيوني أهدافه، بل ما حققه هو التشريد والدمار وقصف البنية التحتية. ما حقق وأن يثلج الصدر، والحمد لله بأن المقاومة يعني ثابتة وصامدة لدحر المحتل. وكذلك نؤكد على الحاضنة الشعبية للمقاومة التي أثبتت أنها وقفت ضد القصف الهمجي للكيان الصهيوني وأنها مع المقاومة. هذه المسيرة بعد مرور سنة نؤكد على أن المقاومة قد انتصرت، المقاومة قد أقنعت أسقطت الأقنعة للمجتمع الدولي، كفاه
صمتا، إذا نندد كذلك بالصمت المريب للأنظمة العربية على ما تعيشه فلسطين. كان أولى الأنظمة أن تكون في فلسطين، ولكن للأسف أنها تطبعت معه، وهناك من يؤيد للأسف إلى إضافة إلى الإدارة الأمريكية في قصف إخواننا في قطاع غزة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.